هلا تشوقي. هلا وزير. انا حبيبي وش عجب منك من الشيطان؟ يعني شلونك لونك ايش عجب ايش مجاب وين ما وين شنو منو جاي يعني رايح ليش بيش بس ملح شكر غاز بنزين هي اي جمله مزدوجه ذبه ترى كلها نفس المعنى. انا ليش ما اجمل راي سوالفكم اصدقائي كل واحد بيلوله أثير على كيفك عدل بدل ترى احنا اصدقائك واخوتك وحزام ظهرك وضلعك يا معود نفس المعنى كلهن لا تضيع وقتي خوب قول جمله واحده وفضل ليش تخلوني اعصب واناشد ومن اناشد يقول البرنامج بيتكرار عليك الله ناشد عليك الله لا عليك. بس شوي بس شوي والله بالتعليقات يقول بس تكرار بس كافي بس شوي مكررين احنا ما يخاف بس شوي بس شوي كابتن موسيقى مال المناشدات موسيقى مناشدات صالحه هسه راح احكي لك انواع الاصدقاء واناشد لك عليهم والتهم يعني اسمهم النوع الاول السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام حبيبي يلا راح اروح للسوق اوكي يا سوق وضعية تعبانة ساعة بالخمسة ما تقول لي يا سوق بهالزلمي لحد راح اروح للجيم يا جيم كلها تضرب اوفر هرمون تاخذ بروتين لك يا جيم بهالزلمي لحد خلص راح ارجع للبيت يا بيت بهالزلمي لحد وين انصب خيمة بالشارع وهذا النوع الاول من الاصدقاء الصديق البومة اللي يخرب راسك من كل شيء اريد اسافر يا سفر بهالزلمه اريد افتح مشروع يا مشروع بهالزلمه اريد اتزوج يا زواج بهالزلمه كافي تبوم علينا المفروض انت ما تحكي لان انت تطوى من تحكي تطلع صوت حتى من تخابر اقول سكينه وملح سكينه وملح سكينه وملح كافي تبوم علينا الخاطر الله السلام عليكم سلام الو حماده الو حماده حبيبي شلونك قال لك تليفوني ما شفته لا هسه كان على الميز ماكو تليفوني ما شفت احمد اه بالتاكسي لا لا من بنك لا يا معودين كل شيء ولا الشقه بالتليفون لا حد يشاقه بالتليفونات داك هاك العين داك انزل يلزم لي يوقع لا تشاقه بشرف دجي هاي حلاوه لج يا اخي بطل هذا الشقه ايش كبرك مو عيب زعطوطه تتشاقه يتشاقه اه ايش فيك احمد يلا هاك العين اشرب وهذا النوع الثاني من الاصدقاء الصديق الحموضه اقول لك شيء يا اخي ليش تتعب نفسك ترى والله العظيم انت ما تضحك وهذا النوع تلقوه بالعيد ميلاد الناس فرحانه ومحتفله هو يجيب كريم ويحطه بوجهه بالعيد ميلاد اي والله هو نفسه اللي يعزم جماعته ويهد عليهم كلب ولو عنده فلوس يشتري اسد اي والله ومن يباتون يمه يزين شعرهم عدوه ظريف اي والله ويدير عليهم ما يبارد بالليل ويفززهم اي والله اقول لك شيء ترى اصدقائك كلهم يضوجون منك بس يستحون يحكوا لك السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام حيدور حبيبي اي سير كمل دا استدار من الفلكة اقطع سالفتك بخير لك انا همين البارحة جاي استدار من يم الفلكة بس لحظة اخوي بعدني لم كمل سالفتي ولا مستدار من الفلكة خلي كمل سالفتي يم الفلكة اكو شرط مرور واقف اقطع سالفتك بخير البارحة يم الفلكة اكو شرط مرور واقف وقصله وصل لا ما قصله وصل طلع صديق الطفولة واخذنا صورة انا وياه بعدين طلعت من يم المرور بحلقك عسل بحلقك عسل البارحة من طلعت من يم المرور افتريت من يم بس حلقك عسل حلقك سكر ادري حريق لو صنيه مال بقلاوه وهذا الصديق النوع التشارجر اللي طارح وياك بالسالفه على الدولي ما يخليك تحكي كبس كبس فوق وفوق يا خان صديقك دا اشكي لك ليش تتسابق وياي وبعدين بطلع هالسوالف مال اقطع سالفتك بخير بحلقك عسل فلان دا يحكي مو فلان دا يحكي فلان دا ياكل عسل ما نقدر نفشر لان القناه ما تقبل ومن تحكي وياي لا تلزم ايدي ما راح انهزم بعد فد ما اضربني كلام شات وذبني بالتوقيف من تحكي السالفه انتظر سراك امشي ارجع اخر سراك حلقك عسل السلام عليكم عليكم السلام هلا اليوم فارق بشرفك كثير نزل لي قهوه ماشي حبيبي واذا وياها لفه شوي هاي فوق جبن موزاريلا جوعان والله جوعان ماشي ماشي لك الله يخليك يلا زين اثير ما عنده 50 ورقه يرد يشتري سياره دعت امك والله جاي اروح وجه التاكسيات قطعتني يابا ما عندي حتى راتب مستلم يا معود دراح اليوم 28 وانت تستلم راتب يوم 24 وقاصي 75000 مال يوم من غيابات ومشادي لك زوجيه 50000 وخطوره 150000 وتلجال كل واحد على 20000 هاي 60 اذا تعطيني 50 ورقه واعتبرني واحد من جالك مو شلعت قلبي وهذا النوع من الاصدقاء اللي يشوفك قاصه ايش وقت ما يريد فلوس يفتح القاصه ويخمط اعطيني 50 ورقه تشتري سياره فد 70 ورقه ارد اتزوج فد 2000 دولار ارد اخلف يا اخي انت شنو تكون نفسك براسي روح اسحب قرض هي مال قرض بهالزلمه السلام عليكم عليكم حبيبي السلام حبيبي شوقي صارت حاره حاره والله تعرف ليش؟ لان هذا الغلاف الجوفي انفلق وبدا تاثيرها من الصين ايش بيه الغلاف الجوفي؟ انفلق
يعني صار ترند لو شنو؟ لا هذا غليان جوفي حبيبي. حارة والعامل مطفي السبلت، ليش تنظر براسنا؟ وهذا النوع من الأصدقاء اللي ينظر واللي يحسس الناس إنهم كلهم ما يفتهمون بس هو يفتهم ومسوي روحه أينشتاين. وانت بدهم إذا عندك دوشة تسميه ستات اثنين والهبيك تسميه واحد كل، وبعد من تلعب دومنا لا تزعل لأن ذاك اليوم ربطت والدوشة ايش مال بيدك. السلام عليكم. عليكم هلو السلام. هلا قلبي هلا. اي فجماعتي البارحة شنو شنو هاي صاير بيك؟ شكو وجهك اصفر. جسمك ايه شعره راح يوقع. ايش بيه شعر ايش واقع عليه؟ ضعفان. ايش والله عيونك؟ اشك عندك نقص ديتري. وهذا الصديق اللي يسموه التحليل الشامل، عود يفتهم كل شيء بالطب وده مطلع 50 بالسادس. وبعدين كتلتونا بالدي 3، ابوي يتعارك ويا امي نقص دي 3، زوجتي تطردني من البيت نقص دي 3، الفيت بام ما سياره يقوم نقص دي 3. وين قبل الله يرحم ايام القالون كنا كل شيء نذب براسه. انا راح اروح بعد تعبت ما اقدر. وين ايش فيك؟ ارد احلل دي 3. هي ما دي 3 بهالزلمه. ولايه بطيخ على 1001 وبس، اشترك هسه.